نطمن بشكل اكبر على تدريبات الفريق النهارده واستئنافه ليها. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم حمد لله على السلامه، وطمنا اخبار التدريبات النهارده ايه؟ الله يسلمك يا زميل امير، تحياتي ليك في البدايه طبعا، وتحياتي لكل الساده المشاهدين. بتبدا من جديد المرحله الثالثه طبعا زميل امير لفتره الاعداد التجهيزيه اللي بيؤديها بشكل كبير جدا الجهاز الفني للعيبه، ويمكن نجاح الفتره الاولى والفتره الثانيه ده حاجه كانت مهمه جدا، ويمكن كمان في رضا كبير جدا من الجهاز الفني على الفتره وعلى اداء التدريبات لرفع المعدلات اللياقه البدنيه اللي كانت بشكل قوي جدا في اسبانيا زي ما كنا بنشوف في الرسائل تدريبات صباحيه ومسائيه. النهارده خلاص يمكن اول يوم امير بيبدا فيه للنادي الاهلي المرحله الاخيره، محتاجه تركيز اكتر من المرحلتين اللي فاتوا بالنسبه لفتره الاعداد، ومحتاجه اصرار. خلاص ايام بسيطه جدا ونبدا في مباراه المقاولون العرب. الهدف الاول بالنسبه لي للنادي الاهلي مراحل بيقسمها الجهاز الفني واللعيبه، المرحله الاولى مباراه المقاولون ثم مباراه الزمالك. الكل مستعد يا امير، يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها لسه التدريب بقاله يمكن 10 دقائق بادئ التدريب، طبعا كالعاده بيبقى في بعض الجري، لسه اللعيبه ما دخلتش في تدريبات الكره. لكن عايز اقول لك ان مباراه الغد ليها حسابات خاصه، مباراه الاهلي والبلاستيك اللي اتاجلت زي ما انت عارف طبعا نكون كانت المباراه اليوم اتاجلت للغد. المباراه هتكون قويه وهيكون فيها يعني نقدر نقول مش بروبه اخيره، لكن نقدر نقول ان النادي الاهلي او الجهاز الفني هيطمن بشكل كبير جدا جدا على كل اللعيبه، وبالتحديد اللاعبين الدوليين. اللعيبه الدوليين يمكن ما شاركتش في المباريات، وليد سليمان الوحيد اللي شارك في المباراه الاخيره، فمن الواضح ان هيكون في تشكيل يعني نقدر نقول مش تشكيل اساسي، لكن كل اللعيبه هتشارك، لكن في يكون تحديد للتشكيل الخاص بمباراه المقاولون العرب. كل امير مركز، الكل جاهز ان شاء الله باذن الله. ثقتنا في اللعيبه كبيره، مرحله مهمه جدا 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 لكل اللعيبه، وان شاء الله باذن الله تكون التوفيق حليف النادي الاهلي. من الواضح كمان انا شايف النهارده تدريبات كوره يعني مش شايف حاجات فيها احمال خالص، لان اكيد هيبقى في نزول شويه للمعدلات اللياقه البدنيه، وتدريجيا هيبدا يصعد بيها من جديد. شايف يمكن بعض التدريبات الكوره هتبدا مع كريستيان المدرب لفريق النادي الاهلي، مع الخاندرو الفقره التدريبيه التاليه اللي ما بتاخدش اكثر من ربع ساعه، لكن الامور كلها امير على ما يرام مطمن كل جمهور النادي الاهلي. اليو ديانج بيشارك كريم في تدريباته؟ لسه ما نزلش، احنا منتظرينه والله يا امير، ويمكن هو لسه كان متواجد في النادي الاهلي، لسه ما نزلش ارض الملعب، بس من الواضح ان هو هيكون متواجد في ارضيه الملعب. وعايز اطمنك كمان واطمن جمهور النادي الاهلي على رمضان صبحي رمضان، يمكن شعر بالام بسيطه جدا في العضله الضمه واحنا في اسبانيا او في اخر يوم كمان في المعسكر النهارده، ومن الواضح ان يكون في فحص طبي ليه، لان رمضان حتى هذه اللحظه ما نزلش الا ملعب السد مختار السيتش، بيتعمل له فحص طبي اكيد من طبيب النادي الاهلي خالد محمود. ان شاء الله ما تبقاش قويه، يعني هي نغزه بسيطه جدا او نقدر نقول حاجه بسيطه، يعني مش هتطول مع رمضان ان شاء الله، لان رمضان بصراحه من اللعيبه اللي كانت ماديه فتره اعداد على اعلى مستوى، التدريبات اللي كان بيأديها كان واضح تركيزه الكبير، وان شاء الله باذن الله لعيبتنا كلها تكون مركزه بشكل كبير جدا خلال المرحله القادمه. زميلي يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي.